بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني باختصار شديد، هاي الفرن اللي بدي أعمله، بدي أعلمكو كيف تسووا بالفيديو هذا. الفرن عبارة عن طابقين، بيت نار وتحت وبيت للخبيز فوق، طابق ثاني. القياسات مرسومات على المخطط هذا عشان يساعدكو بالشغل، وطريقة الشغل سهل كثير بإذن الله. الفرن عبارة عن فرن ضخم، والدقة بالعمل والتنفيذ، وأهم إشي إنه متنقل، معمول طبقتين، تنشال كل طبقة لحال وبنجمع بالورشة بطريقة سهلة وميسرة بإذن الله. تركزوا معي بالشغل وتستفيدوا بإذن الله، بتسووا لحالكم بعد ما تخلصوا الفيديو. بتمنى إنكم تستفيدوا، وخلنا نروح نشتغل بلاش نضل نسولف، لأني بحب أشتغل أكثر من ما أسولف. تفرجوا معي يلا. هاي المخطط الهندسي زي ما انتو شايفين عليه القياسات، بتريحنا بالشغل. هذا الاطار طبعا اللي عملناه قاعدة للفرن، ارتفاعها 5 سنتي، بدي اعملها اسمنت مسلح، والدعامات القرميد هاي الموجودة عشان يشيلن الحديد اللي بدنا نحطه بالوسط. قطر الدائرتين هذولا من فصلات 80 سنتي. طبعا ديروا بالكم يا اخوان تحطوا بالقاعدة هاي اي نوع من الحديد، تمام اتفقنا. خلينا نروح هسه نشوف الجبل كيف بدنا نسويه. هاي التبن والتراب اللي خلطناه عشان نكون الجبلة اللي هي الطينة، الجبلة اللي بدنا نشتغل فيها الفرن، اللي هي عبارة عن تراب وتبن ومي فقط لا غير. المكونات: الواحد تراب دلو بال20 لتر مع نص دلو تبن، تمام. نخلطهن مع بعض، يعني نسبة 1:1، ومنكون جبلتنا بنعملها طرية أول إشي بالشكل هذا عشان إيش تكون مخلوطة بشكل جيد، بعدين بنتركها تنشف تجمد شوي شوي عشان إيش نبلش نكون بيها الفرن، لأنه إذا عملناها جامدة من أول ما بتكون متشربة ومش متماسكة ومش متراصة مع بعض. هذا القالب اللي عملناه، طبعا هاي قطع جبصين بدنا نقيمها عشان نفك القالب. ثبتنا القالب فيها لأنه بكون رخو أول شيء. عبارة عن حدايد ارتفاعهن 5 سنتي، قطرهن 80 سنتي حسب الحجم اللي بدي إياه. بالطريقة هاي مثبتات ببراغي وحجار زي ما شفتوا، والقرميد مثبت بسمنت عشان احتياط، يعني الحديد اللي بدي أحطه فاصل بين الطابقين ثقيل شوي، احتياط حطينا القرميدات هذول. هسه هاي الكرتون عملناها بارتفاع 25 اللي هو نفس ارتفاع الطابق الاول تبع الفرن، عشان احطها من جوا زي طوبار للفرن بنفس الارتفاع هذا شايفينه. ثبتناها بالطريقة هاي، بنثبت عليها برضو كيس نايلون لازم، يعني ضروري هاي وشايفينه عشان تصير ضد المي، لانه بدنا نحط الطين فيه مي، مش رايح شو رايح تصير فيها رطوبة وتخرب الكرتونة قبل ما ينشف الطين. بنحط فيها الكيس عشان تصير عازلة وضد المي. هسا بنثبت الطين، وهاي الحركة عشان ايش اقيم الفراغات اللي بالطين، ارص الطين مظبوط، لانه لو يعني تركته بالحالة الاولى بكون في فراغات شوي، وفي ممكن يعني تضعف جدار الفرن. عملنا المرحلة الأولى، هاي الطابق الأول اللي هو غرفة بيت النار، ارتفاعها 25 محيطها 80 سنتي زي ما قلت لكم. هاي الطين يا إخوان عبارة عن تراب ومي منقوع من مدة طويلة، يعني تقريبا من سنة. هاي الطينة اسمها سلب، بخلطها مع الطين الجاهز اللي بدي اعمل فيها الفرن، جدار الفرن. الطين هاي عبارة عن زي مادة لاصقة، يعني بتقوي الطينة وبتسد الفراغات اللي حاصلة بين مسامات الخلطة نفسها تبعت التراب والتبن والطين، ولا هي يعني من نفس التراب اللي بنشتغل فيه الفرن. اكثر اشي بستخدمها عشان اثبت بيها الليف، وبرضو بحطها مع الخلطة زي ما شفتوا، هي باللجن اللي فيه الخلطة حطيت من الطينة هاي اللي هي عبارة عن تراب ومي مخمر لمدة طويلة، بكون ناعم جدا وطري وزي بيشتغل زي مادة لاصقة
وزي ما قلت لكم بيعبي الفراغات وبمنع تكون الهواء والفراغات اللي بتتشكل بين جدار الطين. وهون استخدمناها عشان نثبت فيها الليف، وبرضو نجمع تكون يعني طبقة فاصلة بين طبقتين الطين اللي بدي احطهن. هسه الطين اذا بدي اجي احطه فوق الطبقة الاولى فوق الطبقة هاي الموجودة ممكن يتكون فاصل او يصير فراغات او يكون في يعني شوية اشي مش ملتصق ببعضه يعني. تمام، هون الطينة هاي بتمنع انه يكون اي فراغ او اي يعني اشي غير ملتصق بالنسبة للطبقة الاولى مع الثانية. كل ما بدي احط طبقة ثانية يعني بحط من السلبها. هون زي ما انتو شايفين بدي اعمل الباب اللي من الطبقة التحتانية، حطيت له زي طوبار شوية بولسترين وزناهن طبعا، وبنحط عليهن طين اول باول. ما نحط يا اخوان طين طبقة 5 سنتيم مرة واحدة اللي هو جدارة الفرن، جدار سمك جدار الفرن. تمام، فهمتوا شو قصدي؟ انه جدار الفرن انا بعمله سماكة 5 سنتي، بس ما بحطها 5 سنتي مرة واحدة، بحط 2.5 2.5 مثلا، او 2.2.2 او 2.2.1 زي ما انتو شايفين، عشان ما تنهارش ما ينهارش جدار الطين. بحط كل ما تنشف طبقة بحط الثانية، بحط بيناتهم طبعا السليبات عشان يتماسكن مع بعض زي ما اتفقنا. واضح الامور؟ يعني هاي الطبق الاول تقريبا قرب يخلص، بحاول اني اطلعه ميزان اخواني. عشان تشتغل ميزان الفرنك يكون ميزان، لازم الطاولة اللي بتشتغل عليها تكون ميزان، اهم اشي عشان انت تضمن انه اي اشي بتوزنه يكون ميزان مضبوط. زي ما انتو شايفين باخذ الارتفاع 25 سنتي كله على الدائر، بسهله عشان فيها هسه حديدة بدي احطها فوق. وهاي الباب صار جاهز، الباب الطابق الاول بعدني شغال، منعم من جميع الجهات، محطوط فيه ليف طبقتين تقريبا. هسه هذول الورقات او الكرتونات عشان احط الحديدة عليهن، لان بدي الحديدة اللي احطها حديدة الخبيز تقريبا طبعا سماكتها 4 سنتي، حطيتها فوق الورقات هذول عشان بدي اياها انها تكون حرة لما احط الطابق الثاني وولع النار بنحرق الورقات هذول، بتنزل هاي الحديدة طبقة. شو اللي بصير الحديدة معلقة بفراغ تقريبا يعني 4 ملي سماكتها، الحديدة بتكون معلقة بفراغ مسافته 6 ملي. عشان هيك لما تتمدد ما بتكون لما تتمدد ما بتفصل الطبقتين عن بعض، الطابق الاول والثاني، يعني الصاجه بتكون حره بين الطابقين، بتروح وبتيجي بدون ما تاثر او تفصل بين الطابقين لما يحصل لها تمدد او تقلص بسبب الحراره. وهون هذا عباره عن طوبار للطابق الثاني عشان اشي يستند عليه الطين لما بدي احط الطين عشان شكل الطابق الثاني بالكرتونه تبعه. الطابق الثاني زي ما انتم شايفين دوائر كرتون قوية شوي، كرتون مقوم من الدكان عادي، كراتين شيبس او اشياء زي هيك، بلزقها بغيره اقو خشب بالطريقة هاي بارباع او انصاص قطر، نص القطر تقريبا 35 سنتي اللي هو نفس ارتفاع القبة، ارتفاع القبة 35، بكون عاملها مظبطها بالتناسق طبعا مع حجم القبة، وبغلقهن من فوق بالطريقة هاي بالكرتون، وبتب عمهلي شوي شوي مش شرط بالترتيب يعني بطريقة عشوائية. بعدين بلبسهن نايلون زي هاي مشمعات مفارش أكل مثلا بتسد وبتب. طبعا ملاحظين 5 سنتي الفراغ اللي هي نفس سماكة جدار الفرن ونفس سماكة الطابق الأول، لأنه هسه بعد احنا مش حاطين الطين، يعني بدنا نحسب كمان فراغ هون 5 سنتي عشان نحط عليه سماكة الفرن، بصير 5 سنتي متكاملات سماكة الفرن كامل بالطابق الأول مع الطابق الثاني.
هذا الجبصين بدي احطه عشان يعني يسند الكراتين شوي، لانه بديش يصير عندي ثقل على بالطينة، ينزل الطينة تنزل الكرتون اللي حطيناه اذا كان خفيف شوي. بقوي شوي بالجبصين زي سند للكراتين بالطريقة هاي، يعني مش كثير جبصين. بدنا نحط سماكة ممكن 3 ميلي، نص سنتي بالكثير. وهذا الجبصين طبعا طريقة إزالته سهلة، بس نولع الفرن بكتلة حاله ما بتحملش حرارة، بقع بدون ما نشيله. أول حرقة حرقتين بكون واقع كله. طبعا من ضيفه على مراحل، مش شرط انه يكون على مرحلة واحدة الجبصين. هون تقريبا قاعد بحط بالوجه الاخير للجبصين، يعني اتفقد الفراغات قدر الامكان، يعني بسكر الفراغات الموجودة عشان يكون برضو سطح الفرن من الداخل املس شوي. وبعد ما اخلص الجبصين وامسح وانظف وانعمه، ببلش احط بالطين طبقات طبقات زي ما انتم شايفين. بحط يعني ما بحط الوجه كامل، زي ما قلت لكم بنحط طبقة 2.5 سنتي او 2 سنتي، ومنملسها مظبوط ومنضغطها كويس على الجدار الجبصين الداخلي. شايفين الفراغ؟ يعني انا حاط تقريبا نص الطبقة، وبملسها وبمسحها وبرصها مظبوط على الطبقة، على طبقة الجبصين زي ما انتم شايفين. طبقة الجبصين شايفين مبينة. هون رسمت الباب وقصيته، بعدنا تقريبا حاطين نص الطبقة اللي هي تقريبا 2.5 سنتي. بدي اصنع طوبار للباب عشان الحم الباب مباشرة مع جسم الفرن. رسمت الباب، عملت جهة واحدة ورسمت على خشب من الجهتين وقصيتها ودقيتها بطريقة معينة، صارت بالشكل هذا عندنا. سقفتها بشكل مقوس واستخدمت هاي البوليسترين عشان تطعج معي. هاي لها سبب، بتشوفوها بالأخير عشان يطلع الباب شكله بطريقة معينة، يكون ينغلق بإحكام أكثر حركة الباب. هاي صارت جاهزة طوبارة. سبتنا إما نلبسها مشمع عازل أو إنه مندهنها زيت ومنبلش. هاي قصيت الطين الزايد وشخطنا محل ما بدنا نوصل للطبقتين مع بعض. بدنا ندهنها بسلب زي ما قلت لكم عشان الالتصاق يكون 100%. هاي السلب، اي حركة بدنا نعملها نجمع طين جديد مع قديم لازم نشخط مكانه زي ما شفتوا، ونحط السلب هذا عشان ما يصير النش بيوم من الايام يفصلن عن بعض. هيك بلحم الحام 100%. هسه بلشنا نحط بالطين طبقات طبقات. هاي اول طبقة بدنا نحطها وبنفردها وبنرصها زي ما انتم شايفين. بنفردها باليد وبنرصها بالاسفنجة، اسفنجة ناشفة تكون عشان نطلع كل الفراغات. هون حطينا كيس عازل زي ما انتم شايفين، حطينا الطبقة الاولى صار بالشكل هذا. هسه بدنا نعطيها كمان وجه سلب كل القالب. هون طلع طبعا طاير بالهواء القالب، حطيت سندته بالفلينات هذول. ممكن نبتكر يعني ما نقعدش عند اشي محدد يعجزنا. يعني هاي اسمها سحبة، بستخدموها بنظام الجبصين، كنت استخدمها بديكورات الجبصين. عملتها عشان اطلع غطى الفرن من فوق بشكل يعني مسنتر 100% أكتر. زي ما قلت لكم دهناه سلب، وبدنا نحط طبقة الليف هاي. يعني هذا الليف بالنسبة للطين يعتبر تسليح، زي لما نحط الحديد بالباطون، وحتى بيكون أقوى. يعني لو وقع صابته صدمة أو وقع عليه إشي أو صار عليه حمل، هاي الليف باخذ وبعطي وبنطي ليونة ومرونة وما بنكسر نهائيا. هاي السحبة اللي قلت لكم عنها، بنصير نحط قدامها طين
ونسحب بيها أول بأول، منشكل فيها الغطاء. هي صعبة شوي يعني، مش سهلة على واحد يعملها من أول مرة. كنا نشتغلها بنظام ديكورات الجبصين، نعمل فيها الكرانيش السادة اللي بيشتغلوا بالجبصين بيعرفوها، بيشتغلوا فيها الأعمدة، بيشتغلوا فيها يعني، في عليها شغل كثير. حبيت أطبق النظام هذا بالفتحة اللي بأعلى الفرن عشان تطلع مسنترة 100% ويطلع برضو شكل الغطاء مسنتر ودائري كويس، بيطلع أفضل من إنك تشتغله يدوي. برضو بصير إذا أنت ما بتعرف تشتغل على نظام السحب هاي، تفتح له بمشرط بعد ما تخلص صب الفرن وتسكير الطين، تفتح له بمشرط ترسم دائرة فرجار أو بغطاء دلو أو بعلبة مدورة إشي، حطها من فوق ورسمها وقص لي بالمشرط. أنا حبيت أشتغله بالطريقة هاي زي ما قلت لكم عشان يطلع أدق وأضبط يعني شغل. هسه بتشوفوا النتيجة إن شاء الله أنها بتكون مرضية وتعجبكم الطريقة. شفتوا بالأخير شو اللي صار معنا؟ نظل نسحب فيها، نحط طين ونسحب على نفس المستوى بدون ما نخربط بإيدنا، تكون نفس المسار، بيطلع معانا شكل مرتب ومستقيم. هاي حطينا طبعا الطبقة الأخيرة، شوفوا وصلناها مع الطبقة الأولانية مع الطابق الأول، عشان إنهن مأخوذات على نفس نص القطر التحمن مع بعض وصار شكلهن متناسق بشكل ممتاز. هاي الباب عندنا، وهاي الطابق الأول مع الثاني، وهاي فتحة السقف. شوفوا كيف سنترة ومنظمة أحسن من ما إنك ترسمها باليد. هاي تقريبا الشكل النهائي للفرن قبل الحرق. هاي باب بيت النار، نشيل الفلينات اللي حطيناها. ممكن إنه الكراتين نخليهن نحرقهن وما نطلعهنش، وممكن إنه نسحبهن قبل الحرق عشان نخليه ينشف شوي قبل ما نحرقه. إزالتهن أفضل عشان إنه نهوي الغرفة ونخليها تتنشف قبل مرحلة الحرق، لأنه مرحلة الحرق يا جماعة مش صحي إنك تحرق الفرن وهو في رطوبة، بدك تصبر عليه حتى تصير يطلع غبرة لما تمسح عليه. هو باللون هذا المرطب أكبر غلط إنك تحرقه، لأنه رايح يتشقق ويتفجر مباشرة، لأنه فيه بكون هواء ومي. الهواء والمي لما يتعرض لحرارة مفاجئة بيصيبوا إشي اسمه صدمة حرارية، اللي هي انتفاخ هاي حبيبات الهواء والمي وكبر حجمها بشكل مفاجئ، وبالتالي تكسير جدار الفرن وتشقق الطين بشكل مفاجئ. هاي زي ما انتم شايفين طريقة صناعة الغطاء الحديد، قصيته بدون ما يعني جمعته بدون استخدام ماكينة الحام بطريقة البراغي السن الصاج معروفة بالشكل هذا. عملت طعاجت الحديدات، هذا حديد خزان مقلفن عشان ما استعمل ماكينة الحام عشان خطورتها على العين، وبرضو عدم وجودها يعني بوفر على حالي. استخدمنا الصاروخ والدريل العادي وأدوات بسيطة موجودة، وصنعنا الأغطية بأن العد الموجود الحمد لله رب العالمين. هاي زي ما قلت لكم المرحلة الأخيرة اللي هي حرق الفرن، بنعبي حطب طبعا من فوق ومن تحت. شفتوا طبقة الجبصين اللي كانت مبني عليها، طبقة مش سميكة كثير، هي مبينة من فوق عادي، ممكن انه نكسرها او نخليها بتكت من حالها. هسه بنحط من فوق كمية كويسة من الحطب يعني. شفتوا لونه كيف اختلف، صار ابيض لونه، ما في رطوبة نهائية. بنولع طبعا فوق وتحت، ما بهمش انه تكون النار مولعة من فوق. هذا الغطاء الفوقاني بدنا نحطه جوا. هاي القطعة عملتها زي ديكور يعني، بدي اجمعها بعد ما نوصل الفرن للزبون بالورشة، لانه اذا بدي احطها على القالب هاي بدها تسوي حمل، فقلت خليها نجمعها بالورشة
عشان يكون برضو القالب الفرن خفيف للشيل معانا، وناخذه على الورش براحتنا، لانه كل ما كان ثقيل كل ما غلبنا بالشيل للورش. هاي الطريق للورش طبعا كانت يعني فعلا طريق بعيدة شوي، واخيرا وصلنا بالسلام الحمد لله رب العالمين. طريقة الجمع سهل كثير وما بتغلبش، بدأ يعني نص ساعة زمان تكون جامع الطبقتين فوق بعض، لانه لو جمعناهن فوق بعض هناك بيكون ثقيل وشيله صعب وفي خطورة انه ينكسر. بس علي احط طبقة فاصلة بين الطبقتين، واحط الحديد حديدة الطابق الاول اللي هي لبيت النار، وقاعد عليها الطابق الثاني، وبس اشط بالفاصل اللي بصير بيناتن بالمرة. وهاي زي ما قلت لكم القطع اللي جبتهن معي ثنتين، شفتوا رتبنا اول واحدة هي امتداد للباب الفوقاني مع الطابق الارضي، بتعمل توازن بالنظر يعني بتخلي المنظر اجمل. اللون بيختلف شوي بعد ما ينشف، بتوحد لون الفرن بصير كله لون واحد. ومهندسنا ما صدق وركب الصينية والشغل عجبه والحمد لله رب العالمين. واللي بده يحط خروف كامل تحدي يا اخوان، هذا الفرن باخذ خروف كامل.